أكيد كل الشكر لزميلنا دكتورة نادية خميس، صارت موجودة معنا بالاستوديو، استشارية الأمراض الباطنية وأمراض الجهاز الهضمي والكبد. رح نحكي عن التهاب الكبد الوبائي. صباح الورد دكتورة نادية، وأهلا وسهلا فيكي. أهلا، صباح النور دكتورة. بالبداية خلينا نعرف إيش هو التهاب الكبد الوبائي. التهاب الكبد الوبائي هو التهاب عدوى فيروسية بتصيب خلايا الكبد، بتنتقل من الشخص المصاب إلى الشخص السليم عن طريق طرق معينة عديدة حسب نوع الالتهاب. بتسبب هاي التهاب حاد أو التهاب مزمن حسب نوع الفيروس، وممكن تؤدي إلى مضاعفات خصوصا في حال حدوث التهاب مزمن في الكبد. في أنواع دكتورة لالتهاب الكبد؟ في أنواع، هو في 5 أنواع لفيروسات الكبد، لكن الأكثر شيوعا هم الـ A والـ B والـ C. الأقل شيوعا الـ D والـ E، فهم 5 أنواع A B C D E. الأكثر شيوعا ونتعامل معهم أكثر اللي هم A B C. شيوعا قصدك اللي منتشر عندنا، منتشر في منطقتنا بالضبط. كنا نحكي قبل الهواء دكتورة، بنحكي إنه فترة من فترات ما كان في مطعوم البي، ولكن من 92 أو من التسعينات ولطالع بلشوا الناس ياخذوا. قديش أهمية أخذ هذا المطعوم، وقديش أيضا أهمية إنه نحن نحافظ على حالنا من خلال أخذ مطعوم الكبد؟ زي ما ذكرتي، إحنا في الزمان ما كان في هذا المطعوم، بالتسعينات دخل المطعوم وأدرجوه ضمن جدول المطاعيم الوطنية، فصار كل الناس حاليا مطعمين، وهذا الحكي بحميهم من الإصابة في التهاب الكبد الوبائي نوع بي تحديدا عم نحكي عنه. تمام، مهم جدا للوقاية من الإصابة. طيب دكتورة، خلينا نحكي عن طرق الانتقال. كيف بتكون؟ هلأ طرق الانتقال تختلف حسب نوع الفيروس. يعني A بينتقل عن طريق البراز أو الأطعمة الملوثة، الماء الملوث. بيكون أكثر شيوعا في المناطق اللي بيكون فيها الاهتمام بنظافة المية أقل. يعني كل ما قلت النظافة بيزيد شيوع التهاب الكبد الوبائي نوع A. بينما B وC بنتقلوا عن طريق ممكن نقل الدم الملوث، وإحنا الحمد لله في الأردن الدم كلياته مفحوص لكل أنواع التهابات الفيروسات الكبد. ممكن أيضا مرضى غسيل الكلى، مرضى اللي بتعاطوا مخدرات عن طريق الحقن الملوثة، الوشم إذا استخدموا أدوات من شخص مصاب لشخص سليم، أطباء الأسنان، عمليات الجراحية إذا ما بيعقموا أدواتهم جيدا طبعاً. كل هدول بيخلوا المرضى عرضة للإصابة. بالنسبة للالتهاب نوع بي تحديدا، في احتمالية إصابة إذا كانت الأم حاملة للفيروس أثناء الولادة، ممكن ينتقل للبيبي. تمام. بدي أعلق على موضوع التاتو دكتورة. يعني قديش هلأ بوقتنا صبايا بيلجأوا لشغلات لتاتو من الحواجب أو حتى للجسم؟ ما هو لازم الصبية لما بتروح تكون متأكدة إنه هذا الحدا عم بيستخدم أدوات بس لإلها هي وما بعيد استخدامها. نفس الإشي الحلاقين طبعا. نفس الإشي اللي بتروح على طبيب أسنان، بدك تتأكد إنه هذا الطبيب عنده ماشين تعقيم بيعقم أدواته قبل الاستخدام. أكيد. طب دكتور، خلينا نحكي عن الأعراض. الأعراض مختلفة. مثلا التهاب الكبد الوبائي نوع A خلينا نبلش فيه، هذا إذا بصيب الأطفال بيكون بالعادة صامت، يعني بيجي زي فلو والأم حتى ممكن ما تلاحظ أنه ابنها صار عنده صفار. عشان هيك المناطق اللي بيكون فيها نسبة النظافة مش كتير بيكسبوا معظم الأطفال المناعة وهم صغار. لكن كل ما زاد مستوى الهايجين في الدولة والمنطقة، بتلاقي أنه صارت الإصابة تيجي على أعمار بالغين، بتظهر الأعراض عندهم شكل صفار، حرارة، قيء، غثيان، آلام في البطن وخصوصا في الجهة اليمنى. فكل ما تأخر وقت الإصابة في الأي بتظهر الأعراض أكثر. بالنسبة للبي والسي تعتمد برضو على عمر المريض، وتحديدا عم نحكي عن البي. إذا البيبي كسبه هو مثلا أثناء الولادة ما بتظهر عليه أي أعراض، فجأة على عمر معين بنكتشفه أنه صار في عنده مضاعفات من وراء الإصابة. إذا البالغ كسبه مثلا عن طريق عمليات أسنان، عمليات جراحية، احتمالية ظهور أعراض بتكون أعلى وبتشبه أعراض الـA من ناحية صفار، وجع بطن، غثيان وقيء. لكن الحلو أنه الكبير لأنه مناعته بالغة ممكن جسمه يسيطر هو على الفيروس ويتم شفاء المريض، بعكس الطفل الصغير للأسف بحالات البي بتكون أخف. طيب دكتورة، الأعراض عند الإصابة ممكن صاب يعني الأعراض بتبلش تبين
على طول من بعد الإصابة ولا بدها وقت؟ بدها وقت، بنسميها احنا هاي الانكيوبيشن بيريد، وهي كتير مختلفة بين فيروس وفيروس وحتى بالفيروس نفسه. يعني مثلا البي ممكن تتراوح نسبة هاي الفترة اللي هي فترة الحضانة ما بين 30 يوم ل 180 يوم بمتوسط حوالي 60 يوم. يعني مش ضروري انه يكون امبارح ولا اللي قبله كسب الفيروس. ما في اي عارض ممكن يخلينا نحس انه في عنا إصابة بالفيروس لحد ما تبين الأعراض، بس اللي هي هاي زي ما قلنا بتختلف من مريض لمريض. لازم يعمل تشيك دائما لجسمه. في مرضى معينين لازم يعملوا، الحوامل كلهم لازم هدول يعملوا، اي شخص بده يتبرع بالدم لازم يعمل، اي شخص بده ياخذ ادويه مثبطه للمناعه، كورتيزونات، ادويه كيماويه، هدول لازم يعملوا فحص للبي والسي عشان بنخاف من تنشيط الفيروس اثناء اخذ العلاج. طب هلا نحن كيف بدنا نعالج حالنا من اذا في حاله الاصابه لا سمح الله؟ لا، في بيختلف برضه حسب نوع الفيروس. حسب نوع الفيروس الاي ما له علاج، علاجه داعم تلطيفي، لانه 99% من الحالات بتعالج وبصير عندهم مناعه طول العمر. والله اوكي. اقل من 1% النسبه ممكن يصير في عندهم فشل حاد في الكبد، ممكن للاسف يحتاجوا زراعه للكبد، لكن هاي الحالات قليله ونادره. اشرحي لنا دكتوره شو يعني داعم؟ قصدك انه الجسم نفسه يعني بتصدى للفيروس داعم؟ ولا احنا بندعم الجسم بسوائل؟ اذا في استفراغ بنعطيه ادويه بتثبط الاستفراغ، بس ما في علاج بقلل من حموله ونشاط الفيروس. اللي هو ايه اللي هذا بنحكي عن ايه؟ تمام. ننتقل لبي. بي في دواعي معينه، مش كل مريض انا بشخصه في بي بعطيه علاج. مثلا في مريض بيكون في مرحله خامده حامل، بس هذا بس براقبه، بضل كل فتره وفتره اشيك على حموله الفيروس وانزيمات الكبد. مريض ثاني لا، يمكن يحتاج علاج. السي الحمد لله في خلال السنوات الأخيرة اكتشفوا علاجات جدا ناجحة بنسبة فعالية بتزيد عن 99% وبفترة قصيرة من العلاج وبدون مضاعفات ميجر يعني. فهلا يعني زي ما نحكي احنا نحو عالم خالي من التهاب نوع سي. للأسف بي لسه العلاج ما فيه تطور كتير، لكن البي الحلو فيه انه فيه له فاكسين، وكلنا هلا احنا يعني متطعمين في الفاكسين، بالتالي ما في علاج بس في فاكسين. سي ما في فاكسين للسي، ما في فاكسين بس في علاج. اوكي. في عمر معين ما بنقدر بعده ناخذ المطعوم؟ ما في عمر معين. فوق السنة الاشخاص اللي قبل ما كان على وقتهم مطاعيم بيقدروا هاي الفتره بيقدروا ياخذوا. كل شخص بيشتغل في القطاع الطبي والصحي بيتعامل مع مرضى هاد لازم يكون اخذه حتى لو كان عمره كبير. حاليا كل المواليد، كل المواليد يعني بسنه معينه رح يكون كل الموجودين في الاردن مطعمين للبي. صحيح. هلا من خلال الاكل مثلا بنتقل الكبد يعني التهاب الكبد الوبائي، كيف بدنا نحافظ على اكلنا؟ على ايش ننتبه اكثر؟ هلا اول شيء انه احنا اذا بدنا ناكل برا البيت ننتقي المكان اللي بناكل منه، والمكان هذا يكون العاملين فيه بيستخدموا الجلوفز، بقصوا اظفرهم، بغسلوا دائما بعد استخدام دوره المياه. ما ناكل، انا دائما بقول لهم كل ما زادت نسبة أكل الجنك فود معناته إحنا زادت نسبة التعرض للإصابة. الإيه له مطعوم، الإيه له مطعوم، والأشخاص اللي ذوي الاختطار العالي زي مثلا اللي عندهم أصلا تشمع في الكبد، اللي عندهم التهابات في الكبد يفضلوا ياخذوا مطعوم الإيه اللي هو لسه ما أدرج على جدول المطاعيم الوطني في الأردن. طيب دكتورة، في أشخاص مش مسموح لهم ياخذوا المطاعيم عندهم بشكل عام؟ لا، هو مسموح لمعظم حتى لو كان عندهم حالات مرضية أو حتى لو كان عندهم حالات، يعني في سم اكسبشنز اللي يكونوا ماشيين على أدوية مثبطة للمناعة. ندرس حالتهم وحسب نوع الدواء، يعني شوي الوضع بيكون مختلف بجزء قليل كتير من المجتمع. الناس العاديين معظمهم بيقدروا ياخذوا المطعوم. يعني دكتورة نادية خميس نشكرك على تواجدك معنا وعلى هذه المعلومات، ومعلومات قيمة للأمانة. شكرا. وإن شاء الله الله يحمي الجميع وما ننسى نأخذ المطعم، وهي هاي شيء مهم جدا. شكرا لكم ويسعد صباحكم، صباح المشاهدين. شكرا لك. أهلا.